هذا وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين وفيما يلي نص البرقية. صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببالغ السرور والتقدير تلقيت تهنئة سموكم الكريم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين، والتي نستذكر فيها أمجاد حضارة خالدة ومسيرة أمنية مباركة تمثل لحظة تأمل وذاكرة راسخة في حياة منتسبي وزارة الداخلية، يفتخرون معا وبكل شموخ على حمل راية الوطن خفاقة نحو المجد والرفعة. عزيمتهم حفظ الأمن وحماية مكتسباته لتسير البحرين بتاريخها المجيد وحاضرها الأنيق نحو مستقبل مشرق آمن رغيد. إن دعم سموكم الدائم لوزارة الداخلية يحمل معان جليلة ويزيد من عزيمة رجال الشرطة لمواصلة أداء الواجب الوطني وحمل مسؤولية الأمانة التي تشرفنا بالنهوض بأدائها مهما كانت التضحيات والتحديات، معاهدين الله أن نظل الأوفياء نبذل الغالي والنفيس من أجل وطن آمن مستقر، سائلين الله على الدوام أن يسبغ على سموكم نعمة الصحة والعافية، وأن يمد في عمركم، وأن يبقيكم ذخرا للوطن لمواصلة مسيرة البناء والعطاء في هذا الوطن الغالي في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية وموفور الاحترام، والله يرعاكم. الفريق أول الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية.